السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله صيامكم وقيامكم ودعاءكم إن شاء الله، وغفر لكم ما تقدم وما تأخر من ذنوبكم إن شاء الله. انتصفنا في شهر هذا المبارك، شهر رمضان، اليوم 15 رمضان الموافق 1441 بالميلادي 2020. تجربة جديدة، تجربة غريبة، يعني حتكون تتوارث في التأمل وسرد القصص. ونسأل الله جل جلاله بهذه التجربة أنه يرفع عنا وعنكم كل وباء، من أهمها وباء كورونا. أتأمل وأنا جاي، طبعا طلعت وحاولت استعجل قبل الحظر، وتأمل دائما وش التغير. كل أزمة، احنا مو بأزمة، احنا في كارثة، كل كارثة تنتج سلبيات وإيجابيات. بعض الأحيان تكون صحوة وإيقاظ، توقظ الأفكار وتوقظ الأعمال وتنبه. بعض الأحيان تكون فرصة، لكن اللي تأملي أنا وأنا أشوف، شفت عمالة ما كنت أشوفه، توقع أنه بعد ما أغلقت المحلات وأغلقت بعض الأعمال، بدأوا يتجمهرون ويتجمعون في الأرصفة ويمشون يأخذون أغراضهم، وبدأت تظهر، يعني تظهر بشكل كبير. يعني انتقلت اليوم حوالي 3-4 أحياء. أنا أترك هذا الموضوع، ومن ناحية اقتصادية واجتماعية الكل يعرف. بدراستي وفي تجربة أثناء البنوك، أنا كانت عندي موقف، البنوك عندها الإدارة الأمنية وبرضو عندها إدارة المخاطرات. إدارة المخاطرات ريسك مانجمنت. لما نشاهد بعض المواقف أو نعيش بعض التجارب أو ندرس أو نسمع، نربط المواقف مع بعض ونستنتج. الاستنتاج أني شاهدت فيلم وثائقي عن الألمان بالحرب العالمية الثانية، تقريبا 1941، بعد ما الحلفاء ضربوا ألمانيا، برلين ومدنها، مسحوها بالأرض، رجعوهم إلى 200 سنة. خلال أقل من 20 سنة ألمانيا، حتى لندن تعرضت للضرب، باريس تعرضت للقرص، واليابان تعرضوا لمسح بشكل كبير، استطاعوا أنهم يرجعوا يكونون من الدول المتقدمة في العالم. هنا يجيك التساؤل. الإجابة بشكل سريع، الإجابة وزاراتهم، الوزارات تعمل لاستراتيجيات مختلفة. طبعا العمل التنفيذي اللي هو من خلال الشباك، ولا من خلال الانترنت، ولا من خلال كذا، على مستوى بعض الوزارات وبعض الأعمال، سواء بالقطاع الخاص والأعمال تصل، طبعاً بعض الأعمال تعمل، ولكن لما تقيم هذه أدائها وإنتاجياتها ممكن ما تصل ل 10%. يعملون، لكن إنتاجياتهم بالأعمال، أنا ما أتكلم عن وزارة معينة أو شركة معينة، العمل يعملون. فليس عندهم وقت كافي انهم ينظرون للجانب الاخر، هم نفسهم غرقانين في الادارة التنفيذية ولم يستطيعوا ان يوفوا الرضا والجودة الكاملة للخدمة، فما بالك بيفتحون ادارة ثانية، ادارة المخاطرة وادارة تطوير الخدمات او المنتجات الى اخره. لذا أزمة كورونا هذه تبي تكون، لذا
الخلاصة من كلامي، كورونا اختبار لقدرة المؤسسات الفردية والشركات الخاصة من القطاع الخاص بالعالم كامل والوزارات في العالم، الوزارات اللي هيئت إداراتها إنها تتجاوز أو وصلت لخدمة الجودة، وعندها إدارات اسمها إدارة المخاطر وإدارة الكوارث وإدارة التطوير، هي مهيئة إنها ترجع لأنهم عندهم تاريخ مجرب ويستفيدون من التاريخ، والتاريخ الذي يدرس بشكل صحيح سواء التاريخ المالي، التاريخ العملي، التاريخ السياسي. لكم بأن الله يسعدكم وين ما رحتوا ويرفع عنكم إن شاء الله الوباء، وتقبلوا أطيب التهاني وأطيب السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.